اهلا بيك يا دكتور، قول لي بالفعل المعمل المصري استقبل اولى العينات؟ اولا هو حلم وبدا يتحول من حلم الى حقيقه. امبارح الساعه 10 الا ثلث صباحا استقبلنا اول عينه دم جايه من سويسرا، واللي هي دي كان يعني عايز اقول لحضرتك تحدي كبير جدا لمصر في ارسال عينه دم من الخارج الى مصر لاسباب كثيره جدا. المعروف ان اي شحنه بتيجي من الخارج بتبقى في قريه البضائع مش اقل من 4 أو 5 أو 6 أيام، لكن لابد ان عينه الدم لا تمكث اكثر من 12 ساعه داخل قريه البضائع والا تفسد. كويس، يبقى ده اختبار للاجراءات اللي عندنا. بالظبط كده، فكان لابد ان هو اول حاجه يختبر يعني الوكاله الدوليه تختبر النهارده الوسائل والطرق اللي موجوده في مصر، هل هي هتسمح بدخول العينه ولا تمكث في قريه البضائع اكثر من 12 ساعه؟ هنا كان التحدي الكبير اللي كان المفروض ان احنا هنواجهه، والحقيقه بمسانده قويه جدا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه وبصدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء ان العينه لا تمكث اكثر من 12 ساعه. العينه الحقيقه دخلت قريه البضائع واخذت 5 ساعات و13 دقيقه بالظبط، لان احنا كنا عاملين تراكنج للشحنه من اول ما طلعت من سويسرا لغايه ما دخلت مصر دقيقه بدقيقه. يعني ده رقم حضرتك يعتبر محترم جدا يعني. قياسي. واخد بال حضرتك؟ هو بيبعت لك الشحنه دي لحاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو يقيس بيها عمليه الصعوبات الجمركيه اللي موجوده داخل الدوله، الحاجه الثانيه ان يتم تحليلها واثبات ايه هي المواد اللي موجوده فيها عشان يختبر بيها المعمل المصري. اول مرحله عدينا فيها بامتياز حقيقه اللي هي ال5 ساعات و13 دقيقه، وتم تسليم الشحنه امبارح الساعه 11 الا ثلث في المعمل المصري الدولي اللي هو كائن في المركز العالمي في طريق العاشر من رمضان او طريق اسماعيليه، ودي كانت الحقيقه انتصار للحكومه المصريه وللاراده المصريه ان العينه ما تتاخرش بهذا الشكل، ودي نجحنا فيها. احنا دلوقتي في انتظار التحليل وارسال نتيجه التحليل الى الوكاله الدوليه لمكافحه المشطات، وعليها احنا بنستقبل عينه ثانيه يوم 23 اكتوبر ان شاء الله. بناء على هذا الكلام بيجي وفد من الوكاله الدوليه لمكافحه المشطات عشان تتابع المعمل وتشوف الاجهزه الموجوده فيه، والحقيقه لازم نعرف ان المعمل على اعلى واحدث مستوى بالنسبه للمعامل الدوليه اللي موجوده في العالم. هو المعمل انشاه الجيش يا دكتور؟ المعمل انشاته وزاره الدفاع والقوات المسلحه، ودخل اول بدايه خطوات الاعتماد في شهر نوفمبر 2013. انا كنت وقتها عضو مجلس اداره الوكاله الدوليه لمكافحه المشطات، وكان عندنا اجتماع في جوهانسبرغ، واعلنا فيها دخول المعمل في بدايه خطوات الاعتماد. خطوات الاعتماد الحقيقه هي طويله شويه ومعقده شويه، اجتزنا المرحلتين الاولانيين، احنا دلوقتي في المرحله الاخيره اللي بتبدا باستقبال عينات الدم، وبالتالي هيبدا المعمل بعد العينتين اللي هم هيجوا اللي جات المره دي واللي جاي يوم 23 اكتوبر من حقه ان هو يستقبل بقى بعد كده عينات دم سواء من عندنا احنا من المنظمه المصريه لمكافحه المشطات او اي دوله اخرى في العالم. بعدها يبدا يستقبل عينات البول، يستقبل 20 في 20 في 10 عينات على 3 مرات. اذا اثبت فيها جداره مباشره بيبدا ياخد الاعتماد الدولي ويتفتح لاي دوله في العالم انها تبعت عينات بول او عينات دم. يا دكتور نقدر نعتبر ان دي بروفا وتدريب في نفس الوقت؟ لا، تدريب بتاعتنا الحقيقه مدربين على اعلى مستوى، هم بيسافروا برشلونه يتدربوا في معمل برشلونه الدولي في اسبانيا، او الرجاله بتوع معمل برشلونه بيجوا هنا يدربوا اخواننا الموجودين. لا نقصد تدريب على الاجراءات، يعني انت حضرتك ذكرت ان 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 الشحنه خدت 5 ساعات و13 دقيقه، يعني انت ماسك ستوب ووتش كمان. يعني بقول لحضرتك انا متابع بالدقيقه والثانيه من وقت ما خرجت في سويسرا الساعه 13:58 يوم 25 سبتمبر لغايه ما اتسلمت الساعه 10:39 يوم 7. انا ليه بسال السؤال ده يا دكتور؟ ايوه، لان ربما نعتبر هذا الامر فيه تحدي فاحنا مركزين قوي، لكن اذا كان هذا الامر تم تدريب طبيعي طاقم معين او جهه معينه في الجمارك وانها تتعامل، هيبقى ده امر متكرر، يعني المفروض بعد كده ما تاخدش اكتر من 6 ساعات كده. وخد بال حضرتك عشان تصل الى مرحله ال5 ساعات و13 دقيقه
كم الاتفاقات والجوابات والقرارات الوزاريه والقرارات رئيس السيد رئيس مجلس الوزراء علشان تدينا ال 12 ساعه، الحقيقه اخذنا فيها مش اقل من يمكن من 4 أو 5 شهور لغايه ما نجحنا في انه يبقى في قرار من رئيس مجلس الوزراء وفي قرار من السيد وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز في ان لابد من تسهيل دخول وخروج عينات الدم، لان خد بال حضرتك احنا هنبدا ناخد عينات دم وهنبعتها اسبانيا للتحليل، لان احنا بنعمل حاجه دلوقتي اسمها جواز السفر البيولوجي للرياضيين المصريين، وده بيعتمد على جزئين، جزء دم جزء بول. جزء الدم لازم هنبدا فيه فورا، واحنا ما كناش اخذنا عينات دم في مصر لحد دلوقتي. اول عينه دم هتتاخد في خلال اسبوع من النهارده ان شاء الله وهتتبعت بره، ودي برضه هتبقى تحدي للجمارك المصريه ولشركات الشحن اللي احنا بنتعامل. مش بس استقبال، ده انت كمان بتخرج. وارسال قرار طالع كده تسهيل دخول وخروج عينات الدم عبر المنافس والجمارك المصريه. عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الشغل دلوقتي في مجال المنشطات بقى شغل فيه نوع من التعقيدات كتيره جدا، انما الحقيقه ان احنا الحمد لله احنا ماشيين بخطى سليمه 100%، ماشيين بشكل كويس قوي، لدرجه احنا النهارده اصبحنا الدوله رقم 13 في 13 دوله اسمهم القمه على العالم، احنا احداها، واحنا الدوله العربيه الافريقيه الشرق اوسطيه الوحيده في وسط مجموعه تضم امريكا وكندا واليابان. يعني كنا سمعنا ان تونس بتعمل حاجه وعملت حاجه. كانت عندها معمل الحقيقه، ولكن للاسف تم شطبه سنه 2011 للظروف اللي مرت بيها تونس، لاسباب ان الاجهزه اللي كانت فيه بقت اجهزه قديمه وكان لابد من تحديثها، فالوكاله الدوليه اعطتهم 6 شهور ايقاف لتحديث الاجهزه، ما حصلش ان هم حدثوا اجهزتهم، اعطولهم 6 شهور ثانيه وفي نهايتها تم شطب المعمل. نفس الكلام من هنا بقى تاتي اهميه ان مصر تعمل المعمل بتاعها، لان ده هيخليني اسال سؤالين يا دكتور. مؤكد ان هيبقى له تاثير هايل جدا على الناحيه الفنيه عندنا في مصر، وهيقلل مخاطر تعرض لاعبينا الى الاقصاء او شطب النتائج او المعاناه في هذا الامر. ده من الناحيه الفنيه، ولكن انا بتكلم بقى، انا عارف ان تكلفه العينه الواحده بتبقى عاليه جدا، تحليل العينه جدا فوق حضرتك ما تتصور، فوق ما نتصور. اذا ده بياخدني بقى للسؤال، العينه الواحده تكلفتها ممكن تبقى كام يا دكتور؟ بتتكلم 7500 جنيه اذا ما كانش هيطلب فيها اضافات خاصه، لان بعض ساعات الاتحادات الدوليه او الوكاله الدوليه بتطلب مني اضافات خاصه بتصل الى من الى كام بقى؟ بتصل الى حوالي 300 يورو. 300 يورو الاضافات، الاضافات بالاضافه الى 7500 جنيه، يعني تخش لها ممكن في 15000 جنيه، تخش لها في حوالي 12 او 13000 جنيه. طيب. بالضبط كده العينه الواحده. ده لو حللنا بره، لما نحلل هنا. والله انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اولا انت هتوفر عليا فلوس اليورو اللي انا بدفعها في المعمل الدولي في برشلونه، العينه بتوصل مصاريف الشحن ومصاريف الشحن، واحنا بندفع الشحن بالدولار، فالحكايه دي هتوفر بالنسبه لي انا، الشحن هيبقى كلام فارغ. وحتى لو كان المعمل المصري هياخد مننا مبلغ كبير شويه، مفيش مشكله لانه هيبقى بالجنيه المصري، واكيد هيبقى اقل كتير جدا من تكلفه التحليل اللي بتتم. هو احنا ليه بسال في هذا السؤال يا استاذ ابراهيم؟ استاذنك لان طبعا احنا الالعاب الجماعيه عايزينها، وخصوصا كره القدم تخضع لهذا الكلام، لان كتر الكلام وترطرط قوي وبقى يعني الدنيا مبهوقه. فالتكلفه ارجو الا تمثل عائق ان يبقى عندنا تحليل في الالعاب الجماعيه. بالاضافه ايضا لابد ان هناك خطه تسويقيه علشان المعمل يجيب مصاريفه، هيستمر ازاي؟ فاحنا محتاجين نسوق على مستوى افريقيا والبحر الابيض، مش كده ولا ايه يا دكتور؟ اسمح لي اطمن حضرتك بالنسبه للالعاب الجماعيه وخصوصا كره القدم. احنا كره القدم على فكره بناخد فيها عينات بصفه مستمره، ويمكن هو الاتحاد تقريبا الوحيد بعد الاسكواش اللي عيناته كلها سلبيه بشكل كبير جدا. ادي واحد. اثنين، احنا بناخد من القسم الاول وبناخد كمان من القسم الثاني، ودي اول مره تتم معانا السنه. ده كلام مهم وجديد. لا، خدنا السنه اللي فاتت القسم الثاني، والسنه دي ان شاء الله هنستمر قسم اول وقسم ثاني. والحقيقه انا بشكر اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره عمل مساهمه في التكلفه اللي احنا بندفعها، وسدد لنا 900000 جنيه عن النصف الاول من موسم 17 18، واخد بال حضرتك، وهيبدا يسدد 900 تانيين بعد في بدايه شهر يناير في القيد بالنسبه للنصف الثاني من 17 18. الحقيقه برضو يعني انا بقدر اقول ان نوايا تسدد دي كتر خيرهم،
واحنا مستمرين. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي في عينات بتتسحب في الكوره، واخد بال حضرتك؟ بيتم برضه بشكل عشوائي ولا اتحاد الكوره اللي بيحدد لك؟ لا يا فندم، مفيش حد يتدخل في عمل المنظمه. انت اللي بتقول الماتش الفلاني ده هاخد منه بالظبط. الدوري 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 في الموسم الجديد ده اخدته عينات؟ ايوه يا فندم، حاليا حضرتك بتتكلم دلوقتي ومش بيتم سحب عينات في الماتشات اللي النهارده بتتلعب. لا قبل كده دلوقتي سموحه كسب وادي دجله النهارده، خلاص الماتش خلص. عايز اقول لحضرتك ان عمليه سحب العينات بتتم طبقا لبرنامج احنا بنحطه. يعني مثلا على سبيل المثال اللي فات عملنا نوع من، مش عايز اقول هجوم، لكن عايز اقول ان احنا خدنا جميع الماتشات في اسبوع واحد. كانت حاجه ما حدش كان متوقعها. حلوه قوي دي. مداهمات كل الفرق. مداهمات بالظبط، كل الفرق في نفس التوقيت، كانت اسوان والفيوم ودار الس وفرع القمه اهم حاجه. اسمح لي يا دكتور، اسمح لي رغم الانطباعات اللي بتكون عند مدربين حتى مش بس الاعلاميين، انه لا، في واضح جدا في حالات تعاطي في الدوري، الا انه ما سمعناش على ثبوت ده من خلال التحليل اللي حضرتك بتقوله. عايز اقول لحضرتك حاجه، تعاطي المنشطات ما فيهوش اي حاجه اسمها تعاطي واللاعب يعدي العينه بتاعته سلبيه اطلاقا، لكن ممكن حضرتك بتتكلم في حاجه ثانيه ودي المنتشره بين المدربين. الترامادول. الترامادول. ما تحطش في الجدول. دي المصيبه لوحدها بقى. الترامادول حتى هذه اللحظه غير مدرك في قائمه المحظورات. وعلى فكره احنا اتكلمنا مع الوكاله الدوليه من سنه، لان هو داخل حاجه اسمها قائمه تحت الرصد من سنه 14. عندي 14 15 16 17 وكل امل، لان القائمه احتمال كبير جدا تصدر بكره او بعده، ان هي يدرك فيها الترامادول. بس في اتجاه قوي ان هم يدرجوا الكافيين، ومش عارف اذا كان هيدرجوا الترامادول ولا لا. الكافيين يعني يا دكتور اللي يشرب فنجان القهوه تبان؟ لا 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 لا، مش كده. طبعا هو حضرتك بص، المهندس عادلي خاف لتحلله لانه بيشرب قهوه. ما انا ما بشربش على فكره، انا طول عمري ما شربتش قهوه. انا بشرب قهوه دلوقتي قبل ما اجي البرنامج عشان اعرف اقعد معاك. كابتن عادلي، انا عايز اقول لحضرتك ان اللاعب لما بياخد 6 فناجيل قهوه قبل الاداء الرياضي بنحلله بنلاقي نسبه تركيز الكافيين 12 نانو جرام. في الحاله دي 6 فناجيل. 6 فناجيل. ودي ما بتحصلش ان لاعب ياخد 6 فناجيل قهوه. صحيح. وبعدين كميه الكافيين، انا ما بخافش من موضوع القهوه والشاي، ولكن بخاف من المشروبات اللي بتحتوي على بعض الكافيين، واللي مش عايزين نقول اسمها عشان ما تبقاش اعلان. لا، المشروبات الغازيه. لا مش الغازيه، مشروبات الطاقه اللي موجوده في القهوه. اوكي. لا قول اسمها وحذر الناس منها. لا، ما انت هتقولوا لي اعلان. هيبقى اعلان. ما انت بتقول بتحذر. كل مشروبات الطاقه. اوكي يا دكتور. خلاص مشروبات الطاقه. طيب بالنسبه للترامادول، يعني اذا كان دوليا مش ما نزلش جدول الحظر، احنا هنا مصريا مع ظاهره مجتمعيه خطيره بهذا الحجم، مفيش ابدا فرصه انه معمل المنشطات يوصل اتحاد الكوره ويبدا يتعامل بيها بنوع من الحظر العقابي برضه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، الترامادول النهارده مدرج جدول اول مخدرات، واللي يتقبض عليه معاه قرص واحد ترامادول مشكله. تمام. تعالى بقى حضرتك النهارده لما يطلع مدير فني لاحدى الفرق الرياضيه ويقول انا عندي عدد من اللاعبين بياخدوا ترامادول، اذا كان شين ولا شين ولا صاد، وانا مدير فني وعارف، ليه ما اقومش انا بعمليه تربويه لعقاب هؤلاء اللاعبين؟ طيب خليه هو ضميره نايم شويه، انت كمعمل ليه ما نقدرش واحنا بنحلل من يثبت؟ ما تقدرش انت تخالف القانون العام بتاع؟ لا طبعا، هيجرب حاجه مش مجرمه. مش مجرمه. طب انا اقول لحضرتك حاجه، طب ما تيجي تسالني وتقول ما تبصيها لاتحاد الكوره وتقول لهم انتوا اعملوها، ده بيقفوا الناس على اي حاجه في لجنه المسابقات. ما يعني خليه يجي تقرير. هو بيحاول يا استاذ ابراهيم، قال لك بنحاول ندرجها، بيحاول يجربها حتى لو لم تدرك في الجدول. لا مش هيقدر يعمل حاجه. لا مش هتدرك لسبب، يعني خير لغايه قبل اعلان النتيجه بتاعت القايمه الجديده، انا ما اعرفش اذا كان ادرك فيها ولا ما ادركش. هو بيعتبره ان هو بين كيلر او قاتل الالم وخصوصا الجماعه اللي عندهم سرطان. صحيح. فانا حتى لما كنت بتكلم مع مدير عام الوكاله الدوليه في اجتماعنا اللي فات، فبقول له كنا في انجلترا في شهر يوليو اللي فات، قال لي اولا يعني اذا كنتوا بتسيئوا استخدام بعض الادويه فدي بتاعتكم انتوا. بالظبط كده. لما قابلت انا مدير معمل سولت ليك في امريكا وبكلمه، قال لي انا 20,000 عينه حللتهم في سنه 2015 طلع فيهم 8 حالات بس ترامادول. 8 من 20,000. من 20,000. معنى كده ان احنا هنا بنسيء. احنا لو حللت الثمانيه هتلاقي فيهم 20,000. يعني احنا اللي بنحف بس. يا
يعني هو احنا في الحقيقه بنستخدم اذا في ارجع تاني خطه التسويق بتاعه المنشط المعمل عشان يجيب مصاريفه. انت شاعر ان اقتصاديا المعمل ممكن يصرف على نفسه؟ اولا لازم تعرف حضرتك حاجه مهمه قوي، المعمل عشان ياخد اعتماده السنوي او لو ما ياخد اعتماده ويشتغل مش معنى كده الاعتماد ده فور ايفر، لابد من اعاده اعتماده سنويا، واعتماده سنويا بناء على 3000 عينه انا لازم ادفعها للمعمل. ولو نزلت العينات عن 3000 في الحاله دي يتم تعليق عضويه المعمل. وعايز اقول لحضرتك خبر غريب قوي. طب وال 3000 حد اقتصادي يا دكتور؟ يعني انت لو جبت ال 3000 يبقى كده كويس؟ لا مش كده بس، ده خد بال حضرتك ما انت هتعتمد على الدول اللي حوالينا. اللي حواليك. حضرتك مثلا جنوب افريقيا، معمل جنوب افريقيا كان بيقوم بالتحليل لكل العينات اللي بتتاخد في الدوري الافريقي بالنسبه لكره القدم. النهارده معمل جنوب افريقيا اتشطب. فاصبح النهارده لكل ظروف لصالحنا الكاف هيتعامل معاك. بالظبط الكاف كده في الحاله دي هيتعامل معاك، الكاف بيدي كام عينه ده مكتوبه لك يا دكتور. ده مكتوبه لك، ده اللي حواليك كلهم بيقفلوا. انت عارف حضرتك